أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، إليكم اليوم الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وده نهاية الترم الأول إن شاء الله. نبدأ العرض. نسأل سؤال بسيط جدا يا جماعة ونقول كيس كوموري جاردن، أنتوا شايفين إيه؟ طبعا إحنا شايفين هنا إنفوتور جميلة جدا، صورة جميلة جدا، وحضراتكم واصلين كيس كليا الموجود بالظبط. اليا إن بلس، في عندي هنا ميدان، اليا ديزاربر، في عندي اشجار، ممكن يكون موجود ام بارك، في كمان حديقه، اليا دي بيرسون، في اشخاص. طب احنا جايبين ليه الصوره دي يا جماعه؟ عشان العنوان بتاع الدرس زي ما انتم شايفين بيقول ايه؟ بسنتوا دير دو، طبعا دير يا جماعه ده فعل دير يقول، فالراجل بيقول لي قل دو، من اين؟ اون فيان، من اين ناتي؟ ايه انونسي؟ الجزء الثاني انونسي، واعلن دي بروجي، عن مشروعاتك. دير دو اون فيان اي انونسي دي بروجي. واضح جدا يا جماعه ان الدرس بتاعنا النهارده ليه شقين، الشق الاول عايزين نتكلم عن فعل اسمه فينير اللي هو ياتي وتصريفاته، الشق الثاني عايزين نعمل انونسي دي بروجي نعلن عن مشروعاتنا في المستقبل، يعني نتكلم ان شاء الله عن زمن جديد، زمن المستقبل. تعالوا كده يا جماعه نعرض اهو معانا يا جماعه العنوان بيقول دو اون فيان، من اين ناتي؟ معانا الست دي بتتكلم مع ابنها بتقول له مي دو تي فيان، دو تي فيان، دو تي فيان، خدوا بالكم ما بتقولوش او، بتقول له دو تي فيان، من اين تاتي؟ فهنا الولد الملطخ بالطين ده بيقول لها دو ستاد، دو ستاد، دو ستاد، من ستاد. حضراتكم مركزين، ستاد قدامها دي، الترا جت منين دي؟ تعالوا كده يا جماعه نشوف. هنبدا يا جماعه دلوقتي بتصريف فعل فينير. يا ترى فعل فينير اللي هو ياتي ده مجموعه كام؟ ده مجموعه ثالثه عشان اخره اي ار. تصريفاته يا جماعه سهله جدا جدا جدا. جو فيان، خد الاي اللي في الاخر يحطها من قدام بعد الفي وحط اس في الاخر. جو فيان، مع تي تي فيان، بالاس برضه، مع ايه قال؟ فيان، بالتي، مع نو فينو، بلو ناس، مع فو فيني، اخرها ايزاد، مع ايه لابك اس ولا لابك اس؟ فيين، اخرها ان تي، وضعف الان في النص. انا يا جماعه التصريف جو فيان، تي فيان، ايلو ال فيان، نو فينو، فو فيني، الى بك اس، الى بك اس، فيين. ده يا جماعه تصريف فعل فينير. بس يا ترى ليه قاعده فينير ده؟ ايوه تعالوا نشوف كده القاعده اهو. فينير لازم يجي بعديه بريبوزيسيون، حرف جر اسمه دو، وبعد الدو بنجيب ارتيكل. النهارده عايز اركز على الارتيكل، ديفيني اداه التعريف. يا ترى اداه التعريف لما تيجي بعد حرف الجر دو اللي معناه من، يا ترى هنجيب بعديه ايه؟ ان بلس مكان او ان بي او دوله. زي ايه؟ تعالوا نشوف. فينير دو سينما. لاحظين يا جماعه الدو شكلها اتغير بيجي دو، ليه؟ علشان سينما مكان مذكر، عشان كده دي اختصار ايه؟ دو زائد اداه تعريف اسمها لو، يبقى بالتالي اي مكان مذكر بعد فينير هنديله حرف جر اسمه دي. اما الثانيه بيقول الدولا جار، دولا جار، لو حضراتكم مركزين جار المحطه واخده دولا، اشمعنى ليه واخده دولا؟ علشان جار كلمه في ميناء مؤنث وسنجلي مفرد، عشان كده واخده ايه؟ دولا. اما اللي بعديها دولي كول، دولي كول، تلاقي ايكول المدرسه واخده دولا بستراف، ليه؟ علشان ايكول مبدوعه بحرف متحرك وهي سنجلي مفرد. اما الاخيره ديزي كول، وايكول هنا بلوريال جامع اخرها اس، عشان كده واخده دي اللي فيها اس. يبقى كده يا جماعه فينير بتاخد دي وكمان دولا وكمان دولا بستراف وكمان دي. طيب لنفرض ان جت بعد فينير دوله، ايه وضع الدوله هنا؟ فينير دو ماروك، احنا عرفنا يا جماعه من الدرس اللي فات ان ماروك اللي هو المغرب، طب ليه هنا المغرب واخده دو؟ سبب بسيط، عشان ماروك دي ام بي دوله بس ماسكيلان مذكر واخده دو. طيب هنا جنبها ديزي تازوني، ديزي تازوني، تازوني الولايات المتحده الامريكيه، ودي دوله جنب، عشان كده واخده دي افيك اس. هنا فينير دو فرانس، لو انتم ملاحظين يا جماعه فرانس دي دوله اخرها مؤنث وبالتالي واخده دو. طب فين لا؟ لا الدوله المؤنث ما بتاخدش لا، ما بتاخدش هنا دولا، بتاخد دو بس. هنا فينير دي ايجيبت، لو انتم ملاحظين ايجيبت مؤنث
بس اولها حرف متحرك واخده دور ابوستراف يبقى فينير دي جبته على طول. مش كده الكاتب لي القاعده بتاعه بيقول نضع حرف الجر دو بدون اداه خالص اي بدون تغيير اذا كانت الدوله مالها مفرد مؤنث زي كلمه فرانس او مبدوءه بحرف متحرك زي دي جبت. تمام. تعال ناخدوا اكتيفيتي مثلا. اكتيفيتي بيقول كومبليت لفراز افيك كمل الجمل دي بفعل فينير اي دولا او دي او دي او دولا ابوستروف او دو او دو ابوستروف. يعني عايزين نصرف فعل فينير في كل جمله ونحط الدو بتاعتها المناسبه. هنشوف اول جمله جو بوان سينما. يا ترى تصريف فينير والدو بتاعتنا يبقى شكلها ازاي؟ اهو بيقول جو فيان فيان ريستورون دو اللي هي دي يو. شوف عاد رقم بي فو بوان بيبليوتيك. الطرف الفينير مع هو يبقى شكله ازاي والدو بتاعتنا شكلها ازاي؟ تعالوا نشوف كده. اه يا جماعه فو فيني اخرها ازات بعد كده دولا طبعا مؤنث. شوف رقم سي نو نوبات زو ترى زو وفعل فينير الطرف ازاي مع نو والدو بتاعتنا شكلها ازاي؟ اه يا جماعه نو فينو اخرها ناس وكمان دي اللي هي دي يو طبعا عشان زو مذكر. رقم دي الى بك اس وان بيسين الطرف الفينير مع الى بك اس شكلها ازاي؟ اه يا جماعه فين غرقانتي وخدنا دولار علشان بيسين مؤنث. كمل كده نفس التانيين اهو نكمل. الجمله رقم او بيقول تي وان ايكول يا ترى فعل فينير مع تي يبقى شكله ازاي؟ طبعا يا جماعه اهو مكتوب فين اخرها اس وهنا ايكول واخده دو الا ابوستراف. رقم اف ال بوان ايتازوني يا ترى فعل فينير يتصرف ازاي مع ال وايتازوني تاخد ازاي الدي بتاعتها؟ تعال نشوف كده. فيان اخرها تي وهنا دي افيك اس عشان ايتازوني دوله جنب. جمله رقم جي بتقول جو بوان ايجيبت يا ترى فعل فينير مع جو يبقى شكله ازاي والدي بتاعت ايجيبت تاخد ازاي؟ اهو جو فيان اخرها اس دو ابوستراف دو ابوستراف. رقم اش ايل بوان بلجيك بلجيك اللي هي بلجيكا طبعا فبيقول لي الفعل il vient اخرها تي وبعد كده دو طبعا من غير لا ولا حاجه عشان بلجيك دوله مؤنثه فبتاخد دو من غير لا. شكرا يا جماعه. شوف حاجه بعدها اهو او بارك. احنا دلوقتي يا جماعه او بارك ده اتراكسيون نازلين يا جماعه بارك اللي هو الحديقه طبعا. اتراكسيون جاي من انجليزي اتراكت اللي هو يجذب اتراكشن اللي هو الجذب فهنا حديقه الجذب بس احنا مش هنقول عليها حديقه الجذب احنا هنسميها بارك ده اتراكسيون الملاهي. فبيسألني سؤال او تي فا او بارك داتراكسيون انت بتروح فين في البارك داتراكسيون؟ لو انت رحت البارك داتراكسيون ممكن تروح ايه؟ تزور ايه؟ تلعب في ايه؟ تعال شوف كده يا جماعه الصوره دي. ايه القطار الجميل ده؟ ايه القطار ده؟ ايه اللي الناس راكبه فيه ده؟ تعال شوف كده يا جماعه اسمه ايه؟ لو تران دي مين؟ لو تران دي مين؟ ده قطار الالغام. شوف الصوره اللي بعدها يا جماعه. ايه البيت المخيف ده؟ ايه البحر دي؟ ده يا جماعه اسمه لا ميزون انتي لا ميزون انتي لا ميزون انتي بيت الاشباح بيت الرعب. شوف كده السؤال بعدها. يا جماعه ايه المركب دي؟ ايه السفينه دي؟ ايه اللي الناس بتتمرجح فيه ده؟ يا جماعه اسمه لو باتو بيرات لو باتو بيرات طبعا دي سفينه القرصان. بعد كده يا جماعه معانا صوره جميله اهو. ايه القطار ده اللي بيعمل وقت الخطر جدا ده؟ اسمه ليمونتانيا ريس ليمونتانيا ريس ليمونتانيا ريس ده يا جماعه بيسموه قطار الموت مش الجبال الروسيه. بعد كده معانا صوره جميله كمان اهو. ايه ده الزحليقه دي؟ واخرها بسين كمان في اسمها ايه دي؟ لو توبوغون لو توبوغون لو توبوغون. ناخد عادي يا جماعه تطبيق على الكلام ده اهو. معانا نشاط معانا كده يا جماعه حوار اهو حوار جميل جدا. هنقرا الحوار ده مع بعض وبعد كده في سؤال مستنينا يقول لي ليستو ديالوج اقرا الحوار وريبوم ثم اجب. معانا مين هنا؟ روما واد روما بطل الوحده. بيقول ايه؟ بيرد على واحد بيقول ايه مارك ريجارد بيقول له ريجارد بيقول له بص انا جو فيان دو باتو دو باتو بيرات جو فيان دو باتو بيرات انا جاي من الباتو بيرات جاي من سفينه القرصان المركب دي. قال له ايه توا وانت؟ تي فيان دو شايف السؤال؟ تي فيان دو انت جاي منين؟ مارك قال له جو فيان دو تران دي مين انا جاي من قطار الالغام جي سوي تو نوار طبعا يا جماعه نوار ده لون اللون الاسود يقول انا شكلي اسود خالص اهو. رومان قال له ايه فولي فاي وانتوا يا بنات؟ كان معاهم في الرحله بنات يقول لهم دو فوفيني
دو فو فيني، انتوا جايين منين؟ فجولييت إيماري قالت له نو اون فيان دو لا ميزون انتير، احنا جايين منين؟ دو لا ميزون انتير، من بيت الاشباح. يا ده بنات قلبها تقيل جدا. بيقول صافي بار صافي بار، يعني اوريبل، يعني تريبل، مرعب مخيف. ليه طيب مخيف بيت الاشباح؟ بيقول اليا دي شوف سوري، اليا دي شوف سوري، شوف سوري يا جماعه اللي هو الخفافيش. روما قال لهم اسكو موسافي اويليك، انتوا عارفين يا جماعه اويليك فين؟ ليك ده صاحبهم تاني واد اسمه ليك. فجولييت ايماري بيقولوا له وي الي الا بوتيك، ده هو فين؟ الا بوتيك في المحل، في محلات في البار داتراكسيون. ايوه هو الى شابت اشابت بيشتري دي فوتو سوفينير، طبعا صور تذكاريه. فرومان قال لهم داكور اوكي يا جماعه ماشي، موا جي في او توبوغون، انا رايح يا جماعه التوبوغون، رايح الزحليقه دي. كي فيان افيك موا، كي فيان افيك موا، مين يجي معايا؟ ماكسيم اي ادريان، ولدين كانوا معاهم في الرحله. قالوا بانو بانو، مش احنا مش احنا، ليه كده؟ قال نو فينو دو مونتاني ريس، احنا جايين يا ابني من المونتاني ريس، من قطار الموت. نو زافو لا تيت، احنا عندنا لا تيت الراس، راس مالها؟ كي تورن بتلف، يعني احنا دايخين ايه اللي ودينا كمان التوبوجان؟ احنا لسه جايين من مونتاني ريس. تعالوا نشوف كده يا جماعه نشاط على الحوار ده. نشاط بيقول لي كي بو دير سي فراز دابغي لو ديالوج، يقول لي من يتحدث طبقا لمين؟ لو ديالوج طبقا للمحادثه. عايزين ارجع اقول كلام اصحابه يا جماعه، يقول جي في او توبوجان، مين اللي قال جي في او توبوجان؟ تعالوا نشوف كده اهو، روما فعلا روما هو اللي قال كده. طب مين اللي قال جي فيان دو تران دي مين؟ جي فيان دو تران دي مين؟ انا جاي من تران دي مين؟ مين ده؟ الولد اللي اسمه مارك، مارك. طب مين اللي قالوا اون فيان؟ احنا جايين دو لا ميزون انتين، الميزون انتين. طبعا الجماعه دول مين؟ جولييت ايماري، جولييت ايماري. طب مين اللي قال جاشيت دو فوتو سوفينير؟ جاشيت دو فوتو سوفينير، طبعا يا جماعه الولد اللي اسمه ليك. مين اللي قالوا نو فينو دو مونتاني ريس؟ نو فينو دي مونتاني ريس، طبعا مفيش غيرهم دول، مين ومين؟ ماكسيم ايه؟ ادريان. شوفوا يا جماعه الشريحه اللي بعدها بتعلم حاجه جديده حلوه جدا اسمها انونسي دي بروجي، الاعلان عن مشروعاتك، مش مشروعاتك يعني محلاتك وتجارتك، لا، وقصده احنا ناويين نعمل ايه في المستقبل. تعال نشوف طيب الصوره الجميله دي. الست دي او البنت دي بتتكلم عن البنت دي، بتقول لي ايه؟ كيس كي تي فا فير، خدوا بالكم يا جماعه عندي كم فعل هنا في السؤال؟ فا فير، فا فعل الله وفير في المصدر. يقول لك كيس كي تي فا فير بندون لي فاكونس، بندون لي فاكونس اثناء الاجازه. يا ترى بتقول لها ماذا انت تذهبي تفعلي اثناء الاجازه؟ اكيد لا طبعا. يبقى فا فير هنا في زمن يا جماعه اسمه فيتير. ايه هو الفيتير ده؟ اللي هو الفيوتشر بالانجليزي، المستقبل. حضراتكم ملاحظين عندي فعلين، فا فعل الله وفير في المصدر. يا ترى فا هنا معناها اذهب؟ اكيد لا. هنا فا اكيد معناها ويل بالانجليزي، سوف. فالبنت دي بتقول لها جي في فير دي سيرف. ايه السيرف دي؟ دي رياضه يا جماعه، دي ركوب الامواج والتزحلق على الايه؟ على الماء. جي في فير دي سيرف، انا هعمل ايه؟ همارس رياضه ايه؟ سيرف. قالت لها اتوا وانتي؟ فالبنت دي قالت لها جي في الليه او جي في الليه. ده في اتنين الليه هنا يا مسيون، هنا في في فعل الليه وعندي كمان الليه، ايه ده؟ انا اذهب اذهب؟ لا طبعا، هنا في يا جماعه الاولى بمعنى ويل، بمعنى سوف. جي في الليه شي مونونك ابواتيه، ما تخافوش يا جماعه، ابواتيه دي عباره عن ان فيل فرانسيز، دي عباره عن مدينه فرنسيه. تمام، فهنا اكيد الزمن بتاعنا ده اسمه ايه؟ وبيتركب من ايه؟ تعالوا نشوف كده يا جماعه. اسمه لو فيتير براش، لو فيتير براش، المستقبل القريب. تركب من ايه؟ فعل اليه، هنصرف فعل اليه يا جماعه اللي هو كان معناه يذهب، بس النهارده ان شاء الله يبقى معناه سوف. تصريف فعل اليه زائد لانفينيتيف. ايه لانفينيتيف ده؟ اللي هو مصدر الفعل. طب تعالوا كده نراجع مع بعض تصريف اليه. تصريف فعل عليه جي في تي فا إلو إلو أون فا نوز ألو فوز ألي إل فون إل فون
ده تصريف فعل مين؟ أري. وهنا يا جماعة فعل أري مش هيبقى معناه يذهب، كده يبقى معناه سوف، بس لازم يجي وراه ايه؟ هنشوف كده الناحية التانية اهو، هيجي وراه حاجة اسمها لانفينيتيف مصدر الفعل، زي ريجاردي لو ماتش، ريجاردي لو ماتش، ريجاردي في المصدر اهو. فلما اقول جي في ريجاردي لو ماتش يبقى مش انا اذهب اشاهد المباراة، لا انا سوف اشاهد المباراة. طيب لما اقول تي فا وهنا جوي وفوتبول، انت سوف ايه؟ جوي وفوتبول تلعب كرة قدم. هنا طبعا يا جماعة جوي في المصدر. لما اقول ال فا فوار لو فيلم، ال فا فوار لو فيلم، يبقى هو سوف ايه؟ يرى الفيلم. نوز اللون، نحن سوف هو براندر لافيون، ناخذ الطائره. فوز الله، انتم سوف طبعا اكرير، تكتبون ايه؟ لو دوفوار، الواجب. الفون، هم سوف لير، لير وجاردان، يقرأوا، بس فين؟ في الجاردان، في الحديقه. يبقى كده يا جماعه لما اشوف فعل الله بفعل في المصدر اعرف ان الزمن بتاعي اسمه فيتير رش. لكن لو فعل الله ما جاش بعديه فعل في المصدر وجاي بعديه مثلا او سينما، او استاد، او ليستي، مكان، يبقى في الحاله دي معناه يذهب. طب تعالوا يا جماعه ناخد اكتيفيتي على الفيتير. بس قبل الاكتيفيتي الراجل بيدينا حاجه اسمها ليزيكسبريسيون تامبوريل. ليزيكسبريسيون تامبوريل اللي احنا بنسميها التعبيرات او الكلمات الداله. ترى الكلمات الداله على المستقبل، ناخد كده اوجوردوي، اوجوردوي اليوم. وان كان كلمه اليوم طبعا يا جماعه فيها ثلاث ازمنه، لان انا ممكن اتكلم مع واحد دلوقتي واقول انا بعمل كذا، ممكن من شويه او من ساعه انا كنت بعمل كذا يبقى ده ماضي، لكن ممكن بعديها بساعه اقول انا هعمل كذا يبقى كده يا جماعه مستقبل. مش كده وضع الامتحان ما بيحبش يجيب اوجوردوي ككلمه داله على الفيتير كراش، لكن يحب يجيب الكلمه دي دوما غدا، دوما ظاهره جدا، ابري دوما، ابري دوما بعد غد، يجيب كلمه عاد زمنيه زي صامدي السبت، لا سيمين الاسبوع، لاني السنه، ليتي الصيف، انا افريل شهر افريل. بس لازم كل يا جماعه يجي بعديه كلمه مهمه جدا اسمها بروشان او بروشان، بروشان او بروشان اللي هي القادم. يعني اقول صامدي بروشان، السبت القادم، لا سيمين بروشان، الاسبوع القادم، لاني بروشان، السنه القادمه، ليتي بروشان، الصيف القادم، انا افريل بروشان، في افريل القادم. طب ممكن اجيب كمان باندون لي فاكونس. ايه باندون لي فاكونس دي؟ اثناء الاجازه. او اجيب كلمه جديده اسمها دون اللي كان معناها فيه، بس لو جت بعدها مده زمنيه يبقى معناها خلال. اقول دون دو جور خلال يومين، دون تروا جور خلال ثلاث ايام، دون زون سيمان خلال اسبوع، دون زون اني خلال سنه. كل كلمه دون دي زي مده زمنيه تديني زمن فيتير بروش. ناخد عدد يا جماعه كلمتين اشرط على الكلام ده اهو. بيقول لي ميلو فيرب، ميلي فيرب او فيتير بروش، ضع الافعال في المستقبل القريب. اول جمله بيقول تيتو، الكلب اللي اسمه تيتو ناجي دان لو لاك، طبعا ناجي يروم. يا ترى يا جماعه الاجابه ايه؟ وحطيتها في المستقبل اهو. اقول تيتو فا ناجي، هجيب طبعا فا في الاول فعل الله مصرف اهو، زائد ناجي في المصدر. جو براندر دي فوتو، يا ترى براندر لما احطها في المستقبل تبقى ازاي؟ اهو يا جماعه جي في براندر، جي في براندر، دي التصريف فعل الله زائد الفعل فين؟ في المصدر. الجمله الثالثه ايل ايكوتي دو لا ميوزيك، يا ترى لما احط ايكوتي في المستقبل تبقى ازاي؟ اهو يا جماعه فون ايكوتي، يبقى ايل فون ايكوتي يعني هم سوف يستمعون لمين؟ للموسيقى. طبعا جبنا فعل الله في الاول هو مصرف، فعل الله زائد المصدر ايكوتي. طيب الجمله اللي بعديها نو جوي او تنس، عايزين نحط جوي في المستقبل تبقى ازاي؟ اهو يا جماعه اللون جوي، اللون جوي، طبعا جبنا تصريف فعل الله زائد جوي في المصدر. شوفوا اللي بعديها فوز الله والسينما، شايفين يا جماعه الغريب جدا؟ فوز الله الله، فوز الله الله، طبعا هنا الله تفرق عن الله، الله الاولى اللي اخرها ازاد بالمصرفه دي تقوم مقام ويل سوف، لكن الثانيه الله هنا في المصدر يا جماعه، يبقى فوز الله الله يعني او فوز الله زله، يبقى كده انتم سوف تذهبون. اخر جمله في ديسكوتي، طبعا ديسكوتي تساوي ديسكاس في الانجليزي يناقش، عايزين نحط ديسكوتي في الفيتير في المستقبل اهو. تبقى فا
ديسكي تي. طبعا بقى تصريف فعل قال ليه زي الديسكي تي في المصدر. تعالوا كده يا جماعه نكمل. انا كمان تمرين تاني جميل بيقول لك ديسكي تي فا فير ماذا سوف تفعل امتى فاندر دي روشا الجمعه القادمه استخدم بيقول لي اتليز استخدم ايه فير سبور وكمان قال ليه اوكلاب وكمان ايكوتي دو لا ميوزيك وكمان لير الروما وكمان فوار ميزامي وكمان ريجر دي لا تلفزيون. طب يا جماعه نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله بس ان احنا هنجيب انا سوف انا سوف انا سوف على طول. يعني تبقى كده مثلا هنشوف لو فاندر دي بروشان جي في فير دي سبور يا دوب بس انا جبت جي في جي في. طب انا سوف طب كده نزلنا اول جمله فير دي سبور انا سوف امارس رياضه والباقيين كده يا جماعه. طب كده اهو جي في زالي اوكلا جي في زالي اوكلا شايفين في فير اللي مصرف زائد اللي في المصدر جي في زيكوتي دو لا ميوزيك جي في زيكوتي دو لا ميوزيك. طبعا يا معنى في فير اللي حتى الفير ايكوتي في المصدر جي في لير الرومان جي في لير الرومان. طبعا يا معنى في فير اللي مصرف زائد لير في المصدر جي في فوار ميزامي جي في فوار ميزامي هنا في فعل اللي مصرف زي فوار في المصدر جي في ريغاردي لا تلفزيون جي في ريغاردي لا تلفزيون هنا في فعل اللي مصرف زي ريغاردي في المصدر. تعال نكمل. يا جماعه معانا كده جزء الثقافي اللي هو كل وحدتين ان شاء الله في المنهج بيجيب لي جزء ثقافي يخص الثقافه الفرنسيه والثقافه المصريه لا كلتور ايجيبسيان الى كلتور فرانسيز. عندي هنا على هيئه مجله اسمها مجازين ادو بلس ودي موجوده عندنا من السنه الاولى كل وحدتين لازم يجيب لي مجازين ادو. لما نشوف كده المجله دي معانا اثنين بيقدموا كل واحد فيهم بيقدم نفسه بيقدم دولته. اول واحده بتقول ايه جو مابيل ماتيلد جي سوي فرانسيز مون بيي دولتي طبعا ايه ان اكزاغون. اكزاغون يا جماعه شكل ثلاثي اصلي فرنسا على الخريطه شكلها ثلاثي سو كي فو دير هذا يعني كويليا الى سيكوتي ان فيها ايه سيكوتي سيكوتي يعني ست جوانب ست حدود سا ديفيز حلوه يا جماعه ديفيز سا ديفيز شعار فرنسا ايه ليبرتي حريه ايجاليتي مساواه فراترنيتي مؤاخاه ايه سون سامبول سون سامبول طبعا الرمز بتاعها ايه انكوك كوك الوديك رمز فرنسا طبعا يا جماعه ديك حتى الفريق بتاع الكوره بتاع فرنسا بيسموه فريق الديوك. لا بوبولاسيون الشعب دو لا فرونس تاع فرنسا سيليف ترتفع لحد كام؟ 64 مليون دابيتون 64 مليون طبعا دابيتون طبعا دلوقتي زادوا شويه. لي فيل المدن لي بلو فيزيتي اسف لو بلو بوبلي المدن الاكثر كثافه سكانيه سون يكون هي اللي هو اكبر مدن في فرنسا باري ليل ليون مارسي اي تولوز. لا موني العمله عاد بتاع دولا فرونس بتاعت فرنسا اي دي بي دو لونيون اوروبيان ودول الاتحاد الاوروبي اي لورو والرمز بتاعها ده يا جماعه رمز الاورو العمله بتاعت اوروبا. اما الناحيه الثانيه جو مابيل منى دي بنت اسمها منى جي سوي ايجيبسيان طلعت ايجيبسيان مون بيي اي او نور است دافريك يعني في شمال شرق افريقيا على مصر طبعا. سا كابيتال العاصمه بتاعتها ايلوكار القاهره. سو نيل النيل بتاعها باس بيمر دي سيد اونور من الجنوب للشمال. لا بوبولاسيون ديجيبت الشعب المصري او سكان توماس دي باس تعدوا كام 80 مليون دابيتون اكثر من 90 مليون طبعا كده اكثر من 100 مليون اكثر من 100 مليون. parmi ces villes touristiques من بين المدن السياحيه بتاعتها فيل توريستيك لوكسور اسوان بورسعيد الكسندري بوا 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 الى اخره. ساموني العمله بتاعتها طبعا هي لا ليف ايجيبسيان اللي هي اللو او طبعا ليف ايجيبسيان يا جماعه الجنيه المصري. ولاحظوا ان هنا بيقول لا ليفر اصل هنا لو قال لو ليفر مذكر تبقى كتاب لكن لا ليفر كده الجنيه اختصاره اللو او. العرب اللغة العربية إيسا لانج ناسيونال طبعا لانج ناسيونال اللغة القومية بتاعت مصر. ليجيب إي مومبر دو لورجانيزاسيون هي عضو في منظمة انترناسيونال دولية دو لا فرانكوفوني فرانكوفونية يا جماعة منظمة فرانكوفونية فرانكوفونية عبارة عن دول متحدثة اللغة الفرنسية.
عشان كده هنا اسئله كده ثقافيه عن فرنسا. بيقول لي تي كوني بيان فرونس، انت تعرف كويس فرنسا؟ ريبو او كيستيو سويفونت، نجاوب على الاسئله دي يا جماعه. لا فرانس ايه؟ فين يا ترى فرنسا؟ انا افريك ولا انا زي ولا انا رب؟ طبعا انا رب. لا كابيتال دو لا فرانس ايه؟ عاصمه فرنسا ايه؟ باري. لا موني اكتيال، العمله الحاليه دو لا فرانس لفرنسا ايه؟ لورو ولا لفرون ولا ليفر؟ طبعا لورو. كومو اي لو درابو فرنسي، يا جماعه لو درابو فرنسي العلم الفرنسي وضعه ايه؟ الوانه ايه؟ طبعا بلو بلون روج ولا روج جون، فير ولا نوار بلون روج؟ طبعا يا جماعه الاولانيه بلو ازرق، بلون ابيض، روج احمر. هنكمل كده يا جماعه. يقول لي تيكون نيلا فرانس، انت تعرف فرنسا؟ نكمل اسئله. يقول لي لو مونيمون، لو مونيمون الاثر لو بلو فيزيتي ان فرانس، الاكثر زياره في فرنسا، سي مين؟ لا تور ايفل، لي بيراميد، لا ستاتي دو لا ليبرتي. طبعا لا تور ايفل، برج ايفل. ريتروف ان بلا فرونسي، اوجد طبق فرنسي، لا بيتزا، لا همبرجر، لي فوروي دو مير. طبعا هو لي فوروي دو مير، فاكهه البحر. لو بريزيدون اكتيال، اللي هو الرئيس الحالي دو لا فرونس بتاع فرنسا، سابال، اسمه ايه؟ ايمانويل ماكرون ولا ليونارد دوفينسي ولا ميسي؟ طبعا يا جماعه ايمانويل ماكرون. كم كده يا جماعه وصلنا لمين دلوقتي؟ سيتياسيون مواقف. كيسكو روديت دان لي سيتياسيون سويفونت، ماذا تقول في المواقف الاتيه؟ هنشوف كده يا جماعه. اول موقف بيقول ايه؟ بور ديماندي لو ليو دو بارك داتراكسيون، عشان تسال عن مكان البارك داتراكسيون ملاهي، تريد تقول ايه؟ ويلو بارك داتراكسيون جي ني با تون ادريس او تي ابيت. طبعا يا جماعه الاولى ويلو بارك داتراكسيون، فين الملاهي؟ تاني سؤال او تاني موقف، تي ديموند لا لونج دان توريست، انت بتسال عن لا لونج دان توريست، لغه سائح، تريد تقول له ايه؟ كيل لونج فو بارلي؟ لو فرونسي سي ما لونج ولا جيم سي لونج؟ طبعا يا جماعه الاولى كيل لونج فو بارلي. عايز كده نكمل الموقف بتاعتنا. الموقف الثالث بيقول لي ايه؟ تي فا او بارك داتراكسيون، انت بتروح البارك داتراكسيون الملاهي، تريد تقول ايه؟ تقول له انت هناك، تقول جيم لو سينما ولا جيم لو توبوغان ولا ما باسيون اي لا ليكتيغ. طبعا يا جماعه اقول جيم لو توبوغان رقم ب. تي انتر دان لا ميزون انتي، انت بتدخل دان لا ميزون انتي في بيت الرعب، تيجي تقول ايه؟ اقول سو سوبر ولا برافو ولا سي توريبل. فيا جماعه اقول سي توريبل، مرعب. رقم 5 على بوتيك دو سوفينير، في المحل بتاع السوفينير بتاع الهبه التذكاريه، تيجي تقول ايه؟ جاشيت اون فوتو سوفينير ولا جي في او توبوغان ولا جي في على ميزون انتي؟ فعلا اقول جاشيت اون فوتو سوفينير. تعالوا نكمل كده يا جماعه. الموقف الثالث بيقول تي ام لا ميوزيك، حضرتك انت بتحب الموسيقى، تيجي تقول ايه؟ جوجو فوتبول، جوجو دو لا جيتار، جوجو اوزيشيك. طبعا يا جماعه ما دام بحب الموسيقى اقول جوجو دو لا جيتار، طبعا بلعب جيتار او بعزف جيتار. تي انونس ان بروجي بور دومان، انت بتعلن مشروع بور دومان لبكره، يعني مستقبل اكيد. اقول جي في بيان ولا جي في جوي ولا ميرسي بيان؟ طبعا اقول جي في جوي عشان ده فيتيغ مستقبل. هنكمل كده يا جماعه. معانا تيست دو جرامير، طبعا ده اختبار قواعد. ايل فيان دو ولا دي ولا دي كلوب، طبعا يا جماعه كلوب دي كلمه ماسكولان سانجليه مذكر ومفرد، يبقى نقول دي الوسطانيه طبعا اللي هي دي. دوما بيقول الجمله الثانيه دوما غدا، غدا يبقى لازم اشتغل فيتيغ، اقول جي في فوار ولا فوار ولا فوا لو فيلم؟ طبعا اقول جي في فوار زمن الفيتيغ. مون ولا ما ولا مي باسيون اي لا ميوزيك، طبعا يا جماعه قلنا باسيون قبل كده اللي هي الهوايه او الميل، طبعا كلمه باسيون دي ان شاء الله هتبقى فيمينا مؤنث وكمان سانجليه ومفرد، يبقى نقول ما، ما باسيون. رقم 4 بيقول لي ايل افيك اس فيان ولا فيان ولا فيان دو لوكسور، تصريف فعل فينير يا جماعه، طبعا فيان اخر نتي. رقم 5 دو ولا او ولا كي تي فيان، سؤال بس في فعل اسمه فينير فيان، يبقى اقول طبعا دو منين. رقم 6
هون فا فا يا جماعة عندي فا 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 فعل الله يبقى كده نجيب بعدها الفعل فين في المصدر يكوت ولا ايكوتي ولا ايكوتون دولا ميزيك طبعا يا جماعة ايكوتي اخرة ار رقم 6-7 كل ولا كي ولا كو فا تي فير فا تي فير سوف تفعل يبقى كده اقول كو التالتة اللي هي ماذا اللي يجي دايما بعدها فعل اوكي كو فا تي فير ماذا سوف تفعل هذا يا جماعة وصلنا لمين للإيميل تعرفين طبعا يجي إيميل إن شاء الله عليه كم درجة عليه 4 درجات طبعا هيطلب من حضرتك إنك تكتب 3 جمل صحيحة أنا بقول لي ريبونس إيميل رد على الإيميل ده أن دو فراز ماشي يا جماعة مفروض أن تروا فراز في 3 جمل فأنا بقول سالي بقول أو تي فا لدوما أنت هتروح فين بكرة إي بوركوا ولماذا هنشوف الإجابة أهو سالي Je vais aller au parc. دي أول جملة. أنا أروح البارك. Je vais prendre le bateau pirate. أنا أخذ le bateau pirate اللي هو سفينة القرصان. Je vais aller au toboggan. وهروح فين كمان؟ أروح التوبوغان الزحليقة دي. طب نكمل كده الموضوع. معنا موضوع جميل جدا يا جماعة. بيقول إيه؟ بيقول لي كيس كي تي فا فير. ماذا سوف تفعل بندون لفاكونس أثناء الأجازة هذا موضوع متوقع أعطيني كلمات الراجل أستخدمها أعطيني بارك داتراكسيون وأعطيني لاميزون أنتي وأعطيني لتران ديمين وأعطيني لباتو بيرات تعالوا يا جماعة نشوف الإجابة يا جماعة ريبونس الإجابة بيقول جي فيز اللي أو بارك داتراكسيون كله مستقبل يا جماعة جي فيز اللي هو مستقبل Au parc d'attractions, je vais aller à la maison hantée, je vais prendre le train des mines, je vais prendre le bateau pirate. Alors que les gamins, بيقول لي اوروار اي ابيانتو كده يا جماعه احنا خلصنا منهج الترم الاول والدرس الثالث من الوحده الثانيه وبالتالي ان شاء الله ننتظر فيديوهات المراجعه على الترم الاول كله عشان نشوف الامتحان هيجي ازاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما ننساش نحل الاختبار الالكتروني اسفل الفيديو ونشر الفيديو والاشتراك في القناه والضغط على الجرس واتمنى لكم التوفيق واراكم قريبا ان شاء الله حصص المراجعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.